كل التحية لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان كالعادة من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. كواليس حصرية لفريق النادي الأهلي في البطولة الإفريقية، مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي في الجولة الخامسة من دوري أبطال المجموعات. طبعا البطولة الإفريقية دوري أبطال أفريقيا هي الهدف الأسمى لفريق النادي الأهلي. الحقيقة كانوا 6 نقاط تهمين جدا خلال المباراتين الماضيتين في البطولة الإفريقية. إن شاء الله في هذه المباراة، مباراة الأهلي والترجي، تكون من نصيب النادي الأهلي. ولو بنتذكر كلمات جمهورنا الكبير، جمهور النادي الأهلي، لينا فرادس حكايات، ده شعار لجمهور النادي الأهلي. عارفين طبعا بطولة 2006-2012 كان ليهم تأثير كبير جدا على جمهور النادي الأهلي، وأيضا كمان في حضور 60,000 متفرج في الترجي التونسي في ملعب رادس اللي ليه ذكريات جميلة جدا مع النادي الأهلي. بنتمنى لاعبي النادي الأهلي يستحضروا هذه الذكريات من جديد، وإن شاء الله تكون بطاقة التأهل لدور الثمانية إن شاء الله من خلال مباراة الأهلي والترجي التونسي. في هذه اللحظات احنا متواجدين في مطار القاهرة استعدادا طبعا للتوجه إلى تونس الشقيقة، ومنها إن شاء الله بإذن الله هيكون في تدريب على ملعب الجامعة التونسية، هو التدريب الأول لفريق النادي الأهلي، واليوم الخميس إن شاء الله هيكون التدريب الرئيسي على ملعب رادس. بيقود بعثة النادي الأهلي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب اللي وصل منذ لحظات، يمكن لف على طبعا لعيبة النادي الأهلي، الجهاز الفني قدم لهم طبعا التحية، دفعة معنوية كبيرة على ما أعتقد، وده اللي احنا طبعا بنأكد عليه. وجود الكابتن محمود الخطيب في هذه المباراة ليها مردود كبير جدا على لعيبة النادي الأهلي، وأكيد زي ما احنا بنقول ثقتنا كبيرة في لعيبة النادي الأهلي في الجهاز الفني، إن شاء الله تكون هذه المباراة من نصيب النادي الأهلي. لو بتكلم كمان سريعا على القائمة اللي إن شاء الله هتتوجه إلى تونس سريعا، شريف إكرامي، الشناوي، علي لطفي، محمد هاني، أحمد فتحي، سعد سمير، محمد نجيب، أيمن أشرف، سليف كوليبالي، علي معلول، عمرو السولية، هشام محمد، أكرم توفيق، وكريم ندفد، ووليد سليمان، إسلام محارب، أحمد حمودي، ميدو جابر، ناصر ماهر، وأحمد حمدي، مروان محسن، وليد أزار، وصلاح محسن. من الأشياء كمان الهامة والمميزة جدا واللي أكيد لقت قبول جماهيري كبير جدا عند جمهور النادي الأهلي هو قيد ناصر ماهر وأيضا كمان أكرم توفيق لتكتمل القائمة الأفريقية إلى 30 فرد للاعبي النادي الأهلي. والحقيقة طبعا ده بيعود لأداء ناصر ماهر الرائع والمميز خلال سواء البطولة العربية أو بطولة الدوري العام. يمكن إن شاء الله أمل كبيرة على ناصر ماهر النجم الصاعد إن شاء الله خلال الفترة القادمة سواء في بطولة الدوري أو في البطولة الأفريقية. كالعادة كل جمهورنا كل مشاهدينا هنكون مستمرين معاكم لحظة بلحظة هنا من مطار القاهرة، وأيضا كمان من خلال بعثتنا من خلال تواجدنا في تونس لحظة بلحظة يكون معنا التمرين الرئيسي لفريق النادي الأهلي بشكل حصري على شاشة قناة النادي الأهلي وكل كواليس بعثة النادي الأهلي فقط على شاشة قناة النادي الأهلي.